السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، الفرقة الثالثة، شعبة إدارة ومحاسبة، كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله نتكلم مع بعض الترم الثاني، وندرس مادة الإحصاء التطبيقي، وسوف نتناول في هذا المنهج الموضوعات الآتية. الفصل الأول هتكلم فيه عن مقدمة في الاحتمالات، الفصل الثاني توقع الرياضي للمتغيرات العشوائية، الفصل الثالث التوزيعات الاحتمالية، الفصل الرابع فترات الثقة، الفصل الخامس اختبارات الفروض الإحصائية، الفصل السادس تحليل التباين. الفصل الأول مقدمة في الاحتمالات. طبعا تنقسم الظواهر في حياتنا إلى ظواهر تسير طبقا لقوانين معينة لا تحيد عنها، مثل ظواهر كسوف الشمس وظاهرة الطفو فوق سطح الماء إلى آخره. ويتفق المضمون النظري للقانون والتطبيق الفعلي له، أو بمعنى آخر إننا لا نجد اختلافا بين ما يجب أن يكون طبقا للقانون وما هو يحدث فعلا، وظواهر تسير طبقا لقوانين ونظريات تتسم بالصيغة الاحتمالية ولا تتحقق في الواقع بصورتها النظرية، بمعنى أن تختلف النظرية عن العملية، وهذا الاختلاف لا يرجع إلى تصور في القانون أو النظرية، بل يرجع إلى الظروف العشوائية المحيطة بالظاهرة. ودلوقتي كي نتعرف على معنى الاحتمال وكيفية حسابه، لابد من الإشارة إلى بعض المصطلحات المستخدمة في نظرية الاحتمالات منها. وعلى ذلك فإن نظرية الاحتمالات هي العلم الرياضي الذي يدرس قوانين الظواهر العشوائية، أو هو دراسة التجارب التي ليس لها نتائج أكيدة، وهذا معناه أن الصدفة تتدخل في ظهور هذه النتائج. فالنهاردة لو عندي ظاهرة زي ظاهرة الطفو فوق سطح الماء، عندي جسم كثافته أقل من كثافة الماء، فبالتالي هيطفو فوق سطح الماء. هل ده أقدر أقول احتمال يطفو أو لا يطفو؟ لا، ما أقدرش أقول هذا الكلام، لأن هو طبيعة تكوينه إن هو يطفو فوق سطح الماء، وبالتالي هذه تعتبر ظاهرة لا تخضع لعلم الاحتمالات، لا تخضع لعلم الإيه؟ أو لدراسة الاحتمالات، لأنها حاجة مؤكدة. شروق الشمس من الشرق وغروب الشمس من الغرب دي حاجة مؤكدة لا تخضع للاحتمالات، ما أقدرش أقول احتمال يحصل كذا أو احتمال يكون في كذا. أما الشيء الغير متوقع حدوثه بالفعل، هو ده الحاجة اللي بتخضع لها دراسة نظرية الاحتمالات. وبالتالي نقدر نقول ان نظرية الاحتمالات هي دراسة التجارب التي ليس لها نتائج مؤكدة، وبالتالي فان عامل الصدفة يدخل في ظهور هذه النتائج. زي مثلا قطعة العملة لما تيجي ترميها، اما تيجي ترمي قطعة العملة على الارض، هيظهر يا صورة يا كتابة. طيب مين اللي هيتدخل في ظهور الصورة أو الكتابة؟ عامل الصدفة هو اللي هيخليه لي يظهر صورة أو يظهر كتابة. مفيش واحد يجي يقول لي أنا قبل ما أرمي قطعة العملة هيظهر كتابة أو هيظهر صورة، لا، لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك. وإلا لو هو قادر أن يقول هيظهر صورة أو هيظهر كتابة، بالتالي دي ظاهرة لا تخضع لنظرية أو لدراسة علم الاحتمالات، لأن نتائجها مؤكدة. أما عند رمي قطعة العملة أنا ما أقدرش أعرف إيه اللي هيظهر، يا صورة يا كتابة، وبالتالي أقول إن هنا وأنا برمي قطعة العملة عامل الصدفة هيتدخل في إظهار يا إما صورة يا إما كتابة. أيضا حجر النرد ليه 6 أوجه، من 1 لـ6، كل وجه يحتوي على 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. لو أنا جيت أرمي حجر النرد، لو انا متأكد ان هيظهر للوجه رقم 5 مثلا،
يبقى دي ظاهرة لا تخضع لدراسة نظرية الاحتمالات. اما اذا كنت قبل ما ارمي حجر النرد اقول ايه، يا اما يظهر واحد يا اما يظهر اتنين يا اما يظهر تلاتة يا اما يظهر اربعة يا اما يظهر خمسة يا اما يظهر ستة، اذا حدثت كل هذه المتغيرات فعند القاء حجر النرد سيتدخل عامل الصدفة في اظهار الوجه او احد الاوجه الستة، وبالتالي تعتبر نظرية او ظاهرة تخضع لها دراسة نظرية الاحتمالات. اهمية دراسة نظرية الاحتمالات، تعتبر جميع الظواهر الطبيعية ظواهر عشوائية، لذا فمن الضروري معرفة كيفية دراستها وابتكار طرق ملائمة لذلك. وعلى ذلك فإن نظرية الاحتمالات تعتمد بدرجة واسعة على نظرية المجموعات، ولذا يجب أولا التعرض إلى مفهوم المجموعات والعمليات والقوانين الجبرية المتعلقة بها. تعال ندرس دلوقتي الأول أو نتعرف يعني مقدمة سريعة على المجموعات والعمليات الجبرية على هذه المجموعات. أول حاجة عندنا الفئة الشاملة، هرمز لها بالرمز U، هي مجموعة من الأشياء أو المفردات المعرفة تعريفا جيدا والتي لها صفة مشتركة، لذا فإن الأشياء أو المفردات التي تتكون منها الفئة تسمى عناصر الفئة. تمام كده؟ زي مثلا ما أدرس إيه، أقول أنا عايز أدرس مثلا مستوى التحصيل عن طلاب الفرقة الثالثة شعبة إدارة ومحاسبة، يبقى لو أنا خدت كل طلاب تالتة إدارة ومحاسبة تعتبر فئة شاملة. لو أنا جيت أقسمهم بقى يعني بنات وصبيان مثلا، يبقى أنا عملت من المجموعة الشاملة مجموعات جزئية من هذه المجموعة. البنات تنتمي للمجموعة الجزئية يو شاملة، والشباب ينتموا للمجموعة الجزئية يو اللي هي المجموعة الايه الشاملة. طيب فمثلا اذا كانت البي ترمز للفئة الشاملة للأعداد الفردية فإنها تكتب في الصورة الآتية. لو البي ترمز عندي للأعداد الفردية أكتبها رياضيا إزاي؟ أقول إن البي تساوي كل العناصر إكس، النقطتين فوق بعض دولت بنسميهم ساتش زت، بحيث أن إكس إز أود نمبر، الإكس هي عدد فردي. يبقى لو البي هي أعداد الفردية، زي أعداد الفردية زي إيه؟ 1 و3 و5 و7 و9 و11 وهكذا. أكتبها رياضيا في صورة مجموعة إزاي؟ هي إكس، إكس دي إكس دي إيه؟ ترمز لإيه؟ يا إما 1 يا إما 3 يا إما 5 يا إما 7 يا إما 9 يا إما 11 وهكذا. نقطتين في بعض معناها ساتش ذات، إكس إز أود نمبر، إكس إز هي عدد إيه؟ أي عدد فردي. دي تعريف المجموعة أو الفئة الشاملة للأعداد الفردية. أيضا الفئة التي لا تحتوي على أي عناصر يطلق عليها الفئة الخالية، بسميها empty set وبرمز لها بالرمز phi، وبقول دي فئة لا تحتوي على أي عنصر. الفئة الجزئية أو الفرعية هي جزء من الفئة الشاملة حيث تحتوي فقط على جزء من عناصر الفئة الشاملة. يبقى الفئة الجزئية هي جزء فقط من المجموعة الشاملة. فمثلا اذا كان زي ما انا قلت مثلا طلاب تالتة ادارة ومحاسبة، لو انا خدت الشباب بس مقسمين الى مجموعتين شباب وبنات، لو انا خدت الشباب فالشباب يمثلوا لي فئة جزئية من المجموعة الشاملة اللي هي تالتة ادارة ومحاسبة، او البنات بس مجموعة جزئية من طلاب الفرقة التالتة. فمثلا لو انا مديك المجموعة ايه تحتوي على 1 و2 و3 و4 و5 و6، والمجموعة بي بتحتوي على 2 و4 و6 فقط، اذا نقدر نقول ان البي مجموعة جزئية من الاي، البي سبست من اي، دي علامة المجموعة الجزئية، بي جزئية من اي. ليه قلت ان البي جزئية من الاي؟ لان انا لو بصيت ودققت كويس هلاقي ان عناصر البي موجودة في عناصر الاي، الاتنين موجودة، الاربعة موجودة، الستة موجودة. طالما عناصر البي
موجودة داخل عناصر الـ A، إذا أقدر أقول إن الـ B مجموعة جزئية من الـ A. بقول لك وذلك تاني، لأن عناصر الفئة B جزئية من عناصر الفئة A. بعد كده عندي العمليات على المجموعات بعد التعرف على الفئة الشاملة والفئات الجزئية من الفئة الشاملة. اتعرف على العمليات على المجموعات. أول عملية عندي عملية الاتحاد Union of a two set. بنقول إن الاتحاد هو اندماج عناصر فئتين معا في فئة واحدة دون تكرار العناصر، أو بطريقة سهلة الاتحاد هو جميع العناصر بدون تكرار. ويمكن صياغتها كالآتي، أقول إن الـ A اتحاد الـ B يساوي X such that X تنتمي للـ A or X ينتمي للـ B. أي يبقى أنا بقول إيه؟ الاتحاد هو جميع العناصر بدون تكرار. فلما أجي أعرفها رياضيا أقول X بحيث أن X تنتمي للـ A أو X تنتمي للـ B. X تنتمي للـ A أو X تنتمي X تنتمي للـ A أو X تنتمي للـ B. تمام؟ ما أقدرش أنا أقول إيه لو أنا قلت و بدل أرضي. لو أنا قلت و معناها إن X في A و X في B، يبقى أنا ما حققتش تعريف الاتحاد اللي هو جميع العناصر بدون إيه؟ بدون تكرار. تاني عملية عندي عملية التقاطع. التقاطع بين فئتين هو العناصر المشتركة بينهما، ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا كالآتي، إن A تقاطع B، A intersection B، عملية التقاطع بسمها intersection، A intersection B هي X بحيث أن such that X تنتمي لل A and X تنتمي لل B. هنا قلت and، هنا ما قلتش or، لأن بقول في التقاطع هي العناصر المشتركة، العناصر اللي موجودة في A وفي نفس الوقت موجودة في الـ B. رقم 3، الفئة المكملة complement set هي الفئة الجزئية المكملة لفئة جزئية أخرى، وذلك ليكمل فئة شاملة عند اتحادهما أو اندماجهما معا. فبعرفها بسميها A، فوقها حرف السي كده، رمز السي اللي هي A أول حرف من كلمة complement. يبقى AC هي X بحيث أن الX لا تنتمي للA and X تنتمي لليو. يبقى مكملة الA هي العناصر اللي موجودة في U ومش موجودة في A نفسها وغير موجودة في اليو نفسها. رقم 4، الفرق بين مجموعتين the difference between two sets. فرق بين مجموعتين هو عبارة عن العناصر الموجودة في المجموعة الأولى وغير موجودة في المجموعة الثانية. فلما أقول A difference B هي عبارة عن X such that X تنتمي لل A and X لا تنتمي لل B. فبمعنى آخر هي العناصر اللي موجودة في A وغير موجودة في ال B. يبقى A فرق B هي العناصر اللي موجودة في A وغير موجودة في B. فأقول A فرق B تساوي X such that X تنتمي لل A and X تنتمي لل B. دي العمليات على المجموعات. إن شاء الله ناخد مع بعض في المحاضرة القادمة الأسبوع القادم وجها لوجه أو مباشر أو مباشرة مع بعض في المدرج، هنكمل مع بعض إزاي بقى نقيس الاحتمال وإزاي إيه هي نظريات الاحتمالات، ونكتفي بهذا القدر. ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.